السيناتور بوب مينديز. السيناتور بوب مينديز هو من الأعضاء الأقدمين لمجلس الشيوخ. إني سعيد أن أرسل هذه الرسالة إلى الجالية الإيرانية في أمريكا. أريد أن أتحدث عن معاناة الشعب الإيراني وأتمنى أن ينالوا السلطة في إيران. مع الأسف إيران في الشرق الأوسط يواصل النظام برنامجه الصاروخي وأعماله التخريبية في المنطقة وإدعام بشار الأسد لقتل أبناء شعبه، وكذلك يواصل دعمه لميليشيات الحوثية تمويلا وتسليحيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة وينفق أموال الشعب الإيراني في الإرهاب. الشعب الإيراني يعاني من وجود هذا النظام. هذا النظام لا يهتم بالشعب الإيراني. أشكركم على حضوركم هنا. هذه كانت رسالة السيناتور بوب مينديز.